ما الذي ستفعله الآن لتضمن مستقبلاً مستداماً؟ لقد أصبح البلاستيك جزءاً لا يمكن الاستغناء عنه في حياتنا العصرية، ومع ذلك فإن الاستخدام العشوائي والمهمل للبلاستيك يمكن أن يخل بالتوازن الدقيق لعالمنا. نحن في بروج ندرك أن المستقبل المستدام بوجود البلاستيك أمر يمكن تحقيقه، وكل ما نفعله يكون بهدف. إن حلولنا الخاصة بمواد تغليف الأغذية متعددة الاستعمالات تساهم في الحفاظ على صلاحية الأغذية لأطول وقت ممكن، ومع تقليل هدر الطعام حتى 50%. نوفر حلولاً تساعد في الحصول على مياه شرب نظيفة ومرافق صرف صحي آمنة لأكثر من 1,000,000 نسمة حول العالم خلال إنشاء البنية التحتية لمدن المستقبل الكبرى. إن تحسين أداء السيارات باستخدام مواد أخف وزناً تساهم في تعزيز كفاءة الطاقة والأداء الأفضل للمركبات. نبتكر حلولاً ذات هدف ونساهم في إيصال الكهرباء بشكل آمن وفعال. نساعد في الحفاظ على حياة الناس من خلال المكونات البلاستيكية عالية الجودة المستخدمة في تصنيع المعدات الطبية والتشخيصية ومواد تغليف الأدوية الصيدلانية. نؤمن بأن إحداث تغيير إيجابي يتطلب عدم إضاعة الوقت، بل يجب علينا عقد شراكات وإطلاق مبادرات لتعزيز الجهود التعاونية في تبني الاقتصاد الدائري في سعينا نحو مستقبل مشرق ومستدام، فإن كل ما نفعله يكون بهدف.